السلام عليكم شباب، معكم مروان جيمنج جروب. لا تنسون لايك شير سبسكرايب، تذكركم لكم جيم وانا اجي لكم جديد. صار اكبر 3 ايام، اكثر يوم واحد راح انزل لكم يوميا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بس قبل لا نبدي لا تنسون لايك شير سبسكرايب، تسوي الفولو انستغرام حقي ام اس شرطه المجتمع. يلا خلكم مع الوقت شرطه ممتع. شباب، المقطع اللي بتشوفونه قدامكم مقطع جدا اسطوري بمعنى الكلمه، مقطع تحدي في الدرافت اختار بايرن ميونخ وبرشلونة، مقطع جديد اسطوري يا شباب. لا تنسون لايك، لا تحرمون مزازكم على زر لايك، وان شاء الله راح استمر على مقاطع مزهب لكم مقاطع اسطورية يا انها وحشة. المهم شباب، ما بطلعكم من المقدمة، لايككم واشتراككم فولو الانستغرام حقي، ترى قاعد بنزل لكم مقاطع حلوة والله. الشيء بالنسبة لي والله يعني بطفي يعني، بس خلاص مليت، بس والله علشانكم قاعد انزل، ف علشاني لايك اشتراك شير سبسكرايب. انشر المقطع في كل مكان، الناس اللي تعرفهم انشر 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 انشر. يلا خليكم معنا المقطع ان شاء الله. السلام عليكم، معكم هذا جيم جروب. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. تحديدا اليوم كنا بنسوي نختار لاعبين اتلانتا، لكن خلصت المباراة وانا شفت المباراة خلصت، سوينا نابولي وريال مدريد وكذي. بنسوي برشلونة وبايرن ميونخ. العاجبك شو اتلانتا؟ ما ادري، احس لا ما راح اسوي 60 ليا، ما ادري. يلا خلنا نطلع على درافت. اوكي 4-3-3، اوكي 4-3-3 حلو. شايفه كابتن في برشلونة والله ما في نهم دون. اوكي غريزمان بس خطرت سينما يترو. انا من تياغو كنتارا البسكت مفرق، لكن ابو اخذ بسكت ولا حرام نروح من دمج. شوف ايش بك اخضر مع غريزمان. اوكي. شباب تنويه بسيط، من شو اسمه صوتي توني قايم من اليوم، فعشان شي يعني قاعد اقول توني قايم من النوم. سمير هاندانوفيتش حلو 95. ما في ناخد كانسلو. في وفي بس هم هذا الرابع مو من الظهير يسار. رايت 94 بعده كمل يفتحوا بتلك بمعمل مؤمن ظاهر. ليش ما بيشبك؟ انا هذا ايش بتحط مسوي؟ سيون مارشال ايش خطه ما في اجنح حرام. او ماي جاد او ماي جاد، دي التشكيله انها قويه. كريمك ميسي ميسي والله حرام والله، لا تقول لي اوفر ماتش ميسي. هذا ليه خلاه بلعب
نضبط كذا ونرجع لكم اختار الحرف بعدين عشان نعرف ناخذ ايه وعشان تناوب بعدين نختار هذا فهضبط شغل ونرجع لكم. طيب شباب وصلنا سنه 85 اوكي يعني ان شاء الله طلعنا اليمن ان شاء الله يا رب يا اوكي خليها 90 نفسه زيد 4 نفسه او ماي جاد بصراحة اخذ الريت يعني بس راح يلعب سمير هاندانوفيتش ريت 90 فكتشكيلة زينة فيلا خلونا ننطلق على المباراة اوكي نايس يلا يلا اوه شكشك قاعد يسوي تحدي نختار نابولي وبرشلونة وتتراهم يا حلو تعيد الكرة جماهير غاضبة من تجاهل شافوه ممكن قاعد يسجل فير بلاي والله سامحوني شباب والله سامحوني والله سامحوني شباب تتحرك إثارة كبرى مباراة تحت بالكثير الله على السيناريو الكرة بتروح من نيمار سؤول لا يا الله ضربة جزاء ضربة جزاء يحتسبها حكم المباراة لا لا مو كذي سمير هاندانوفيتش حتى عند سمير هاندانوفيتش بس راح نسخة 88 يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات مبابيونك تدخل ممتاز يبعد أنطوان كريزمان بهالطريقة ذي عارضة تدخل قاب يوم كبير حقيقة إيه لعبة تكون خالصة يلا نيمار لا جديد الله على الكرة على المهارة على دقة غير العادية في التمرير ينجح في المرور في اللقطة الماضية مين جسم تفهم؟ كرة بتتشتت من الدفاع إيسيان كرة في العرض يحاول تغيير اتجاه اللعب عطى 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 شوف المساندة خليه عند الفرصة في هذه اللحظات نقوم يخسرها في مكان خطير ماذا سيفعل اللاعب؟ حاليا يستغل هذه الكرة الحكم يعمق الجراح معلنة ضربة جزاء كل الطرق تؤدي الى الهزيمة لو استكنت المرمى ستكون بمثابة رصاصة الرصاصة كنوع واحد من نفس الشاشة تشيك على هذا السيناريو سؤول جميل الكرة البينية يا الله على النظرة شوف
يا هل كارلوس ألبرتو خل الدفاع ممتاز، بالوسط الوسط ممتاز، نيمار والله السموحة والله السموحة، بس نيمار يعني والله تكفى نيمار ما تفهمي. هدف يوزع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. شوف 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 محمد موسى ممتاز في قراءة اللاعب، صعب على جوردي ألبا. شفت احمد موسى شلون هرب بيها كذي؟ شوف 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 قاعد يوزع بطيء 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 بطيء. امبابي يرسل الكرة العرضية، اوه احمد موسى السرعة الفائقة. يلا بشوف اول مرة بجرب النسخة. كل ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة، من حق هذه الجماهير بان تعترض على مستوى الفريق في الملعب، ما كان قادر على مجاراه الخصم، كان يعاني بشكل كبير، واضح انه يمر بيوم سيء او مستوى اقل من الطموحات. روح علي اللي هناك يكلمك بشكل جيد، جاري الملعب، كاشف الملعب، يتحرك جميلا ويفتح اللعب ويقدر. تمريره ضعيفه كذا من الفريق الاخر، شكله عنده يا نصف 90 القوم. يلا انطوني مارسيال، شوفك احمد موسى يتقدم الى الامام. جريزمان الفرنسي، جريزمان يضع الكره في المرمى، هكذا يسجل، هكذا ينهي الامور، هكذا يلعب، هكذا تعشق الجماهير، تعشق الشباب. لا حلو والله، سمير هذا رجع، واو مستحيل هالنسخة. مرة أخرى إلى جريزمان، تصير بيخلص الكرة في مربع العمليات. سؤول عثمان ديمبلي يتقدم بالكرة باتجاه المرمى، نصل الى نهايه مع الصفر. فبس شباب تنعجب المقطع، يعطيكم العافيه على المشاهده، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، انستغرام سووا لي فولو من الشرطه مجداد، شوفك الثاني، مع السلامه، شكرا على المشاهده. لا اقولها كذي، محمد معصب الله يقولها، شكرا على المشاهده، لازم اشكركم.